فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المحلات يقولون لا نرجع السلعة ولا نستبدلها ما لم تكن تالفة، ويقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل ذلك صحيح شرعا؟ ما هم اللي يقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه ما تقبل السلعة ولا ترد، هذا شرط باطل، إلا ترد بالعيب، إذا ظهر فيها عيب فترد بذلك، ظهر فيها غبن فاحش وكذب ترد، وراه ما ترد. نعم.